السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. النهاردة إن شاء الله هي الحلقة السابعة في سلسلة الأمثال الشعبية. النهاردة معانا مثل هنتناوله بالتحليل والتدقيق. المثل النهاردة بيقول: خنفسة شافت ولادها على الحيط قالت دلولي ملضوم في خيط. نعيد المثل تاني. خنفسة، طبعا معروفة الخنفسة، شافت ولادها اللي هم الخنافس برضو ماشيين على الحيط، قالت ايه ده، دلولي ملضوم في خيط. تخيلوا هذا المثل العجيب جدا جدا. قبل أن أبدأ في تفسير المثل وتحليل المثل وتحديد هل هو إيجابي أم سلبي، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عن طريق الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو عشان يصلكم كل جديد. المثل اللي معنا النهاردة هو بكل تأكيد هو مثل سلبي للغاية. أنا أتوقع من وجهة نظري أن هذا المثل وضعته إحدى النساء أو إحدى البنات في زمن ما من الأزمان، وكان عندها أبناء كلهم في منتهى القبح، شكلهم قبيح جدا جدا. قد يكون القبح أخلاقي وقد يكون شكلي، أنا ما بتكلمش بس على القبح في الشكل، لا طبعا دي خلقة ربنا وأنا يعني راضي بيها ولا أتهكم عليها أبدا، لكن أنا بتكلم على السوء الأخلاقي. هل أنت لو شفت ابنك أو أبنائك الخمسة أخلاقهم زي الزفت وسيئة جدا جدا، هل أتقول ربنا يبارك فيكوا حبايبي؟ على فكرة بالمناسبة ده بيحصل دلوقتي للأسف، بتلاقي الأب ماشي جنبيه ابنه والابن بيسب الدين، فالأب يطبطب عليه ويقول له برافو عليك، أنت مش عرفت تاخد حقك بأي طريقة، بقى سبيت الدين، شتمته، المهم أن أنت خدت حقك. هو ده نفس المثل. إذن المثل قديما كان خنفسة شافت ولادها على الحيط قالت دلولي ملضوم في خيط، دلوقتي أب شاف ابنه بيسب الدين قال له برافو عليك يا حبيبي. من هنا ظهرت الإشكالية، إشكالية إن إحنا وإحنا بنربي أبنائنا للأسف لازم نكون منصفين وإحنا بنقيمهم. هو لو خنفسة وشكله وحش نقول له أنت شكلك وحش عشان تتغير، أما لو هو رائع جدا جدا نقول له برافو عليك، أنت رائع جدا جدا واستمر في الروعة. عشان كده أنا من وجهة نظري هذا المثل سيء جدا جدا، ولو سنح لي التاريخ أن أنا أعدل هذا المثل فممكن أقول خنفسة شافت ولادها على الحيط قالت إيه القرف ده. شكرا لكم على حسن المتابعة، وانتظرونا في أمثال شعبية قادمة وفيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.